السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبابي الكرام، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم لفعل الخيرات. أحبابي الكرام، الأحبة والأحباب والأصدقاء الأعزاء من كل بلاد يتصلون ويقولون: يا أخي، نريد منك أن تنشر لنا وصفة لاستفراغ السحر المأكول سواء في المعدة أو الأمعاء. فأحبابي الكرام، هناك الحمد لله عز وجل في قناتي على اليوتيوب أو في صفحاتي على الفيسبوك وصفات عديدة ومقالات عديدة عن السحر المأكول والمشروب. نريد منها بإذن الله سبحانه وتعالى أن تشق الطريق إلى الأحباب الذين يعانون من هذه الأسحار بإذن الله جل وعلا. وأسأل الله سبحانه وتعالى كل من نشر أي فيديو أو أي مقطع أو أي منشور أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين ويسكننا فسيح جناته. أحبابي الكرام، هذه الصورة كما ترون هي صورة للريحان، ويسمى في دول الخليج الأص. هذا الريحان قال فيه الله عز وجل: روح وريحان وجنة نعيم. فهذا الريحان سبحان الله مفيد جدا في الاستفراغات. وهذه الصورة هي صورة البابونج، ويعني وهو يعني معروف في الدول العالم بالبابونج. فسبحان الله تهو يعني مناسب جدا للاستفراغ واستخراج الأسحار. وهذه الصورة الثالثة هي صورة الورد، فهذا الورد سبحان الله وفيه تجارب كثيرة، وزيته زيت جميل للشعر وللجسم والحساسية. فهو سبحان الله يعني جميل جدا. هؤلاء الريحان والورد والبابونج، وهذه الصورة اللي هي صورة لسنة مكي أو بما يسمى بالمغربي سن الحرام. فنأخذ من كل واحدة 50 جراما، يعني أربع من الخمسينات، يعني نجعلهم في 3 لترات ماء بالليل مدة 10 دقائق وهم على النار، ثم نبعدهم عن النار ونتركهم حتى الصباح بإذن الله. نصفي الأعشاب على الماء ونشرب الكمية، نتوكل على الله، هي كمية كثيرة، لكن بإذن الله عز وجل الإنسان إذا كان يعاني من هذه الأمراض فيتوكل على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل وكيله. توكل على الله، يعني نأخذ هذه الكمية من الأعشاب 50 جرام 50 جرام 50 جرام 50 جرام، نضعها في 3 لترات ماء، نتركها على النار يعني مدة 10 دقائق، ثم نبعدها عن النار ونتركها حتى الصباح. في الصباح بإذن الله سبحانه وتعالى نضع هذه الأعشاب، نصفيها عن الماء، ثم نأخذ كمية الماء نشربها كأسا وراء كأس، ثم نستفرغ، نشرب كأس وراء كأس ثم نستفرغ، ويكون الاستفراغ على الريق بإذن الله سبحانه وتعالى، كأسا ورا كأس حتى نكمل الكمية ونستفرغ ما في البطن، ثم نصور. وأنا سأترك لكم الرقم واتساب على الفيديو إذا استفرغت بإذن الله. أخي الكريم أو أختي الكريمة، إذا استفرغت بإذن الله سبحانه وتعالى فأرسلي صورك على الواتساب لنشخص حالتك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم للخير. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله.